أيها السيدات والسادة، أسعد الله مساءكم بخير وأهلا بكم ضمن هذه الجولة الإخبارية الجديدة من قناة العون. نبدأها بأبرز العالم. مساعد كاتب الدولة الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر يزور العيون الداخلة في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وبقليميم انتشال جثة أحد الهالكين بعد غرق سيارة جرفتها أمس سيول واد صياد، فيما لا زال البحث عن باقي المفقود. وضمن جديد الحالة الوبائية، تسجيل 1416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1469 حالة شفاء و24 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. ومن بوجدور نتابع تعزيز العرض التكويني بشعبة جديدة تساهم في تطوير مهارات المتدربين والمتدربات واكتساب تقنيات جديدة. أهلا بكم من جديد، والآن نفتح ملف مستجدات وحدتنا الترابية. مستهل النشاط من الداخل، حيث حل مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر بعد ظهر اليوم السبت بمدينة الداخلة، وكان في استقبال السيد شينكر لدى وصوله إلى مطار الداخلة والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب السيد لمين بن عمر، إضافة إلى رؤساء المجالس المنتخبة. المسؤول الأمريكي قام بزيارة تفقدية للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، واستعرض تاريخ وعمق العلاقات المغربية الأمريكية. عياد سرتي، محجوب كزيزة، ومحمد أسند في المتابعة. مساعد كاتب الدولة الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر في زيارة لمدينة الداخلة تروم تعزيز العلاقة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية وفي عدة مجالات، ومنها المجال الثقافي والمعرفي. زيارة بأبعاد متعددة، خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه. إنه يوم تاريخي، نحن فخورون في الولايات المتحدة الأمريكية أن نقدم الدعم والمساندة للعديد من الأنشطة والبرامج المفيدة للمغاربة. سيكون لدينا الكثير لنقوله يوم غد. المهم اليوم أنني سعيد لتواجدي بهذه الربوع من المغرب. الأكيد أنه بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سيفتح لنا المجال لنعمل أكثر ونستثمر وندخل في شراكات مع هيئات ومنظمات في هذا الجزء من التراب المغربي. المسؤول الأمريكي كانت له عدة لقاءات مع مسؤولين عن الشأن التربوي على صعيد الجهة، تناولت سبل الدفع بالعلاقات الثنائية عبر تعزيز الشراكات والاستفادة من التجربة الأمريكية في المجال التربوي. نرى أن آثار هذه الزيارة على الأقل سيستفيد منها التلاميذ، الأساتذة من خلال برامج كذلك، وكذلك الأطر الإدارية. هذا من جهة. من جهة أخرى، كمراكز جهوية يهمنا كذلك الارتقاء بالبحث التربوي والاستفادة من التجربة الأمريكية في هذا المجال. من جهة ثالثة، التبادل الثقافي والتربوي الذي ليس مبني فقط على ما هو علمي ولكن أساسا بما هو تربوي وما هو ثقافي. هي لقاءات تأتي عشية الزيارة المرتقبة للوفد الأمريكي يوم غد الأحد للمقر الذي سيحتضن القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة.
كما زار مساعد كاتب الدولة الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر صباح اليوم مدينة العيون، حيث كان في استقباله ولي الجهة. وتقدم بالمناسبة حفل افتتاح منظمة تيبو المغرب بشراكة مع السفارة الأمريكية بالرباط مركزا للتربية عن طريق الرياضة. ويعتبر المركز الذي يعد ثمرة شراكة مع وزارة التربية الوطنية الأولى على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء والثاني والعشرين في المملكة. المسؤول الأمريكي أشاد بالمناسبة بالعلاقات المغربية الأمريكية ووصفها بالممتازة. في المتابعة محمد لميل جارح وتراد بوسات. أسمى دبلوماسي أمريكي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في زيارة تاريخية لمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، زيارة تأتي لإعطاء الانطلاق لمركز تيبو المغرب بمدينة العيون، والذي جاء بشراكة مع السفارة الأمريكية للولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ووزارة التربية الوطنية. المركز هو الأول من نوعه على مستوى الجهة، ومن شأنه أن يشكل نموذجا رائدا في التعليم والتكوين اعتمادا على الأنشطة البدنية والألعاب الرياضية، كما يجسد وجها آخر من أوجه الشراكة الأمريكية المغربية. البرنامج هذا تجي في إطار شراكة بين الجمعية ديالنا وأيضا وزارة التربية الوطنية والتمويل أيضا من السفارة الأمريكية في المغرب. دونك هنيئا لنا بهذا البرنامج اللي يعطي لهاد الشباب هادو الفرصة باش يمكن لهم يتعلموا مهارات اللي تعطيهم الفرصة باش يمكن لهم يكونوا مواطنين صالحين في الغد إن شاء الله. هذا الانفتاح وهذه الشراكة تمت بحضور ممثل أمريكا في الشرق الأوسط ديفيد شينكر، وأكيد أنها زيارة مرحب بها، وبالتأكيد أنها ستفيد أكثر المنطقة أكثر من أي وقت مضى، ونحن منفتحين على كل الشراكات التي ستفيد المنطقة. حفل افتتاح المركز عرف توقيع اتفاقيات شراكة ما بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء وجمعية تيبو المغرب. المركز يستفيد من خدماته 200 تلميذ وتلميذة، إذ يسعى هذا الأخير إلى تعزيز قدراتهم المعرفية وانفتاحهم على محيطهم الخارجي، بالإضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام وإبراز مواهبهم. جد مسرور وفرحان أنني إن شاء الله نلعب كرة الباسكت بول. مسرورة جدا بهذا البرنامج، الحجاج بزاف غادي نطوروا في كرة الباسكت وغادي نبقاو نتعلموا بزاف ديال اللغات اللي ما كناش عارفينها. الرياضة هذه كتعجبني أصلا من صغري، والأخر كتنمي اللياقة البدنية للطفل الذي 12 سنة أو أقل، كتجعله نشيط وبدني أكثر. كاتب الدولة الأمريكية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت له مباحثات مع والي جهة العيون الساقية الحمراء، ليقوم بعدها بجولة داخل المدينة زار خلالها الحي الدبلوماسي الذي يحتضن قنصليات عدد من الدول، كما قام أيضا بزيارة مقر بعثة الأمم المتحدة. وخلال زيارته لمدينة العيون أشاد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، والتي أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى، كما تطرق لعديد أوجه التعاون والعلاقات المتينة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. تقرير لغالي الجارح. خلال زيارته التاريخية إلى مدينة العيون، مساعد كاتب الدولة الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر، ومن خلال مراسم إطلاق مركز التربية عبر الرياضة تيبو العيون سنتر، أكد أن هذه اللحظة هي لحظة فارقة في العلاقات المغربية الأمريكية، العلاقات التي أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى. الدبلوماسي الأمريكي أشار في هذا الصدد إلى الإعلان التاريخي الشهر الماضي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة التامة للمملكة المغربية على كافة منطقة الصحراء المغربية وبفتح قنصلية لها بالداخل. المسؤول الأمريكي سجل أنه بحلول سنة 2021 تكون قد مرت 200 سنة على فتح الولايات المتحدة الأمريكية لبعثة دبلوماسية بالمغرب، مذكرا في هذا الصدد بأنه توجد بمدينة طنجة أقدم مقر دبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية في العالم.
الدبلوماسي الأمريكي أكد أن الشراكة المتينة مع المنظمة غير الحكومية تيبو المغرب التي تنشط في مجال النهوض بتربية الشباب واندماجهم الاجتماعي وتطورهم الإنساني عبر رياضة كرة السلة ليس سوى جزء من التزام الولايات المتحدة الأمريكية لفائدة الشباب المغربي والصداقة العميقة بين البلدين. أبرز في هذا الصدد أن دعم بلاده لوزارة التربية الوطنية لما يزيد عن عقد من الزمن في إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية باستثمار بلغ 250 مليون دولار، ومن خلال عدد من البرامج ومنها أساسا النهوض بالقراءة لدى التلاميذ الابتدائي وتكوين المدرسين فضلا عن برامج تعلم اللغة الإنجليزية. وخلال تناوله للمجال الاقتصادي ذكر شينكر بأن المغرب هو البلد الأفريقي الوحيد الذي يرتبط باتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا في هذا الصدد احتفلنا الأسبوع الفارط بمرور 15 سنة على دخول اتفاقنا رسميا حيز التنفيذ. كما أكد أن هناك أزيد من 150 مقاولة أمريكية تعمل حاليا بالمملكة المغربية حيث تساهم في خلق مناصب للشغل لفائدة الاقتصاد المغربي. ديفيد شينكر أعرب أيضا عن أمله في أن تشهد هذه العلاقات مزيدا من التطور في المستقبل وأن تواصل زخمها هنا بالعيون، معربا عن سروره لتيسير وتوسع وانتشار تيبو بالأقاليم الجنوبية. كما نوه أيضا بدعم السلطات المحلية والوزارة الوصية لهذا المشروع الذي سيكون له أثر إيجابي على حياة مئات الشباب المغاربة عبر المملكة، وضمنهم الذين يتحدرون من أوساط فقيرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. قبل شهر اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كامل أراضي، الخبر الذي شكل صدمة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة. اليوم يتعزز هذا الاعتراف ببداية التأسيس لفتح قنصلية لهذه القوة العظمى بالداخل. تقرير لفاتح لمي. من الجزائر إلى العيون مباشرة وما للزيارة من أبعاد وثقل دبلوماسي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ديفيد شينكر في أول يوم له بعاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد شهر من اعتراف أمريكا بسيادة المغرب كاملة على أراضيه وتغير خارطة المغرب التي طالها التمزيق زيفا بنزاعات مفتعلة تغيرت بكل المؤسسات الدولية التابعة للقوة العظمى. حل شينكر ضيفا عزيزا بالصحراء المغربية، وأولى أنشطته زيارة للحي الدبلوماسي بالعيون مباشرة بعد وصوله صباح اليوم. تنقل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ديفيد شينكر في جولة قادته إلى الحي الدبلوماسي بالعيون، حيث ترفرف أعلام دول أفريقية صديقة وشقيقة ودول شرق أوسطية كالإمارات والبحرين، أعلام تردد نفس الرسالة التي كان قد غرد بها الرئيس دونالد ترامب: الصحراء مغربية. شهرا واحدا بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء يعطي الزيارة طابعا خاصا، موقف ثابت بدا واضحا خلال الندوة الصحفية التي عقدها شينكر في العاصمة الجزائرية، حيث أكد على الموقف الأمريكي الداعم لسيادة المغرب على الصحراء وأنه لا حل خارج الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة. رغم محاولة الترويج لأطروحة الجزائر من نزاع الصحراء وهي معزوفة دورها القيادي في دعم الشعوب في حق تقرير المصير، محاولة باءت بالفشل بعدما اصطدم مروجوها بموقف صارم للإدارة الأمريكية الذي أكده مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ذلك القائم على الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء والاصطفاف إلى جانب المغرب والحفاظ على سيادته الوطنية ووحدته الترابية استنادا للإعلان الموقع من طرف الرئيس دونالد ترامب في 10 دجنبر الماضي بالإضافة لفتح قنصلية أمريكية في الداخل. قادما من الجزائر إلى العيون مباشرة، الرسالة أقوى مما صرح به الضيف السامي: انتهى عهد مارد شيطن كل المنطقة المغاربية بما فيها شعب بلده، أما النزاعات المفتعلة فطال الزمن أو قصر مصيرها حفر التاريخ.
والمحلل السياسي أحمد نور الدين أكد على زيارة مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر تشكل خطوة هامة ضمن إجراءات الاتفاق الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وتكريسا للاعتراف التاريخي للولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء. لنتابع. طبعا السياق واضح وسياق غير خفي، وهو أن هذه الزيارة تندرج أو تأتي في سياق شهرا بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة على الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذا السياق هو يفرض نفسه ويلقي بضوء على هذه الزيارة، وربما ما أضاف إلى هذه الزيارة هذا الطابع الخاص المتعلق بالاعتراف بالسيادة المغربية هو أولا ما التصريحات التي سبقت زيارة ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الخارجية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط. تصريحاته أمس أو أمس نعم في أو بل أو أول أمس في 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 الجزائر العاصمة، حيث أكد من قلب العاصمة الجزائرية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد التأكيد على أن على اعترافها بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية بحضور وزير خارجية الجزائر بوقادوم وفي قلب كما قلت قلب العاصمة الجزائرية. إذن هذا التأكيد يعني أخذ طابعه الرسمي اليوم من خلال هذه الزيارة، زيارة اليوم يومها السبت لمدينة العيون والزيارات التفقدية في الأقاليم، وهو أيضا تعبير عن هذا الدعم وعن هذا التعزيز، وهو أيضا إشارة إلى العالم على ما تعيشه المنطقة العيون والداخلة وبقية المدن المغربية من استقرار وأمن في ظل السيادة المغربية. إذن كل هذه المعطيات بالإضافة إلى زيارة مدينة العيون وزيارة وتفقده لمختلف مرافقها وأحيائها إلى آخره، بالإضافة إلى الزيارة التي سيقوم بها أو المرتقب أن يقوم بها إلى مدينة الداخلة لتفقد المقر أو تهيئة مقر القنصلي الذي سيستقبل القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الداخلة. كل هذه إذا شئنا أن نقول هذه الأجزاء تكمل لنا الصورة الواضحة للدعم الأمريكي وللتحول الاستراتيجي في الموقف الأمريكي تجاه دعم السيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، والتي من المؤكد أنها ستكون لها تبعات كبيرة في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط أيضا، لا على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الغربيين ولا على دول العالم التي ما زالت مترددة أو تمسك العصا من الوسط في مسألة الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. انفتاح القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بالداخل سيعطي زخما للدينامية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة كبوابة للمغرب نحو إفريقيا ضمن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لجعل المملكة مركزا اقتصاديا إفريقيا. هذا ما أكده الخبير الاقتصادي المهدي فقير خلال اتصال هاتفي مع القناة. لنتابع. دريش في إطار تفعيل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على أراضيه أقاليمه الجنوبية، وهذا الاعتراف سوف يتجسد على أرض الواقع عن طريق مبادرات ذات طابع اقتصادي بالأساس، الهدف منها هو تعزيز العلاقات وترسيخها بين البلدين من جهة، وهي رغبة من الولايات المتحدة الأمريكية لكي تعلن عودتها القوية إلى القارة الإفريقية من البوابة المغربية، بحيث أن العلاقات المغربية الأمريكية تشكل ضمادة وصمام أمان في هذا الإطار. لا يجب أن ننسى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة هي حبلى بالمشاريع الهامة والهامة جدا والاستراتيجية، والتي تهم المستثمرين الأمريكيين الذين ولدى الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أراضي الأقاليم الصحراوية يتم رفع آخر الالتباسات المصدرية المتعلقة بترجمة مشاريعهم على أرض الواقع، والحديث هنا بالأساس عن مشاريع تمس البنى التحتية الطاقية والمنجمية والسياحية. لكن في تقديري العودة الجيوسياسية للولايات المتحدة إلى القارة الأفريقية، والتي لم تكن ربما ذات أهمية في السابق بحكم ربما تعدد الأولويات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الدولي،
يشكلوا يعني حجر أساس بالنسبة لهذه العودة القوية والاعتماد على الشريك المغربي الذي يتمتع يعني ثقة كبيرة ومصداقية كبيرة وكذلك بوزن كبير على الصعيد القاري، يعد اختيارا موفقا للولايات المتحدة الأمريكية. وفي مجمل قول هذه المشاريع سوف تعود بالخير العظيم على الأقاليم الجنوبية وعلى ساكنتها، وستوفر عديد مناصب الشغل والمبادرات الفردية والمبادرات الهامة التي من شأنها خلق الثروة وتعزيز التنمية وترسيخها بالأقاليم الجنوبية للمملكة. جدد التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات إدارته الكاملة وتجريمه لتجنيد الأطفال واستغلالهم والزج بهم في مناطق الصراعات والحروب باعتبار ذلك جريمة دولية تجب الملاحقة والمتابعة الدولية لكافة المتورطين بذلك. وفي إطار التحقيقات والمتابعات التي يجريها بهذا الإطار، كشف التحالف الدولي توصله بشريط فيديو يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عددا من الأطفال يحملون السلاح فوق التراب الجزائري، والذي بحسب ما يشير المقطع أنه لأطفال في منطقة تندوف في الجزائر، ويظهرهم وهم يتدربون على الرمي بالسلاح ويجري تلقينهم وتحريضهم على المشاركة في الصراع الجاري والقائم مع المغرب. ويؤكد التحالف الدولي المعروف اختصارا بأيدل أن أي تجنيد للأطفال واستغلالهم وإقحامهم في الصراعات والحروب أمر محظور تماما ومجرم في القانون الدولي، ويضع كافة المسؤولين عن ذلك تحت المساءلة والملاحقة القانونية الدولية. في أخبار الحوادث، تم مساء اليوم بجليميم انتشال جثة أحد الهالكين في غرق سيارة كانت قد جرفتها أمس سيول واد صياد بنفوذها الترابي لجماعة تسرير، فيما لا زال البحث عن مفقود أو مفقودين محتملين كان على متن السيارة المنكوبة. تفاصيل أكثر في متابعة الحوض محضار غالي الجارحي وأبو شمعزاو. الحادث الذي وقع في حدود منتصف الليلة الماضية، حيث تسببت قوة سيول قنطرة على وادي الصياد بالنفوذ الترابي لجماعة أسرير في جرف سيارة تجاوزت السد الأمني المتمركز بالمكان. جهود مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية تواصلت على امتداد الليل وطيلة هذا اليوم بحثا عن السيارة المنكوبة ومحاولة إنقاذ من كان على متنها. عمليات إنقاذ جندت كل الإمكانيات المتاحة، خاصة مروحية البحث وزورق الإنقاذ، حيث تم الوصول إلى جثة أحد الضحايا على بعد 4 كيلومترات من موقع الحادث. الناس دخلوا للواد مساكن بعد ما منعوهم الدرك واخترقوا الحاجز، كتب عليهم ولا اللي كتب، وجينا ساعتنا بشناه لقيناهم تفونداو مساكن، الله مغفر لنا ولهم. ومن هذا المنبر حنا كنا نوصلوا جميع المواطنين يديروا احتياطات الأودية، خصوصا في هذا الوقت برا كاع عن وقت الشتاء وبالأحرى في موسم الشتاء، باش يديروا الاحتياطات ما يغامروا ويطيحوا في الحالة هذه. إنا لله وإنا إليه راجعون، فاجعة تحز في الناس حقيقة. هذه الفواجع كيجيبها لنا التهور، وللأسف الشديد أن المواطن يجب عليه أن يتحلى نوع من النصائح ويتخذ بعين الاعتبار نصائح اللي تعطيها الأرصاد الجوية وكذلك السلطات المحلية، أن الإنسان دائما ما يتهورش باش ما يقعنا بحال هذه الفواجع. كما كتشوفوا الجثة، يعني والله إلا حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. جهود الإنقاذ لا زالت متواصلة بحثا عن بقية ركاب السيارة منكوبة رغم صعوبة الظروف المناخية ومخلفات التساقطات التي عرفتها المنطقة، ومرة أخرى مزيدا من الحيطة والحذر لمستعملي الطرق، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد خلالها البلاد موجة من الاضطرابات الجوية والتي تتطلب التقيد بتعليمات وتحذيرات النشرات الإنذارية.
وفي جديد الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 1416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1469 حالة شفاء و 24 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة الجنوبية الثلاث، ب 29 بجهة العيون الساقية الحمراء، 22 بجهة قليميم وادنون، وثلاث حالات بجهة الداخلة وادي الذهب. في الشأن التعليمي، افتتحت بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ببوجدور شعبة جديدة، شعبة مربي متخصص في الطفولة الصغرى. الافتتاح تراصه عامل الإقليم إلى جانب حضور شخصيات مدنية وعسكرية وعطر المعهد. شعبة جديدة يوفرها المعهد تنضاف إلى باقي الشعب المبرمجة التي من شأنها أن تساعد المتدرب والمتدرب على مهاراتهم واكتساب تقنيات جديدة. المزيد في روبورتاج سناء بناوي ومحمد شار. المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية ببوجدور منذ تأسيسه يعمل على توفير مختلف الشعب المطلوبة التي تفتح المجال أمام المتدربين للانخراط في سوق الشغل بكل أريحية. شعبة مربي مختص في سن الطفولة الصغرى ومستوى تقني متخصص، شعبة جديدة تهدف إلى تمكين المترشحين من معارف وأدوات عملية تتعلق بمهنة المربي المتخصص في التعليم الأول، كما تسعى إلى جعل المستفيدين منها قادرين على استقبال ومواكبة مجموعة من الأطفال في مسارهم التنموي والتعليمي في نهاية التكوين. نحن اليوم بصدد إعطاء الانطلاقة لشعبة جديدة في المعهد المتخصص التكنولوجيا التطبيقية بوجدور. هذه الشعبة تندرج في مستوى تقني متخصص، تقني متخصص في تربية الطفولة الصغرى التي سوف ترى النور لأول مرة بالمعهد المتخصص التكنولوجيا التطبيقية بوجدور. هذه الشعبة تعطي آفاق عديدة بالنسبة للخريجين بصفتها كشعبة جديدة ومطلوبة في سوق الشغل. بالنسبة لمربية الطفولة الصغرى هناك خصص على مستوى الإقليم واحد لافيليغ اللي يجيد هنا في المعهد ديال بوجدور اللي كتخص التربية ولا لونكادغومون تاع لي بتي زونفون، كتقري كل ما يخص من لا سوسيولوجي لا بسيكولوجي البيدياتري تاع لي بتي زونفون والبسيكوميتري ولا كو تاع لي بارون، حتى هما غنديروا واحد العلاقة مع لي بارون تاع لي بتي زونفون اللي كيكونوا عندنا في ليكول تاع تري سكولير. كاين إقبال حيت كيشوفوهم في المدن قبل، يعني في لي مودول من غير بوجدو هنايا وكيشوفهم، ويعني كان اقبال. اختارت هاد الشعبة حيت كيعجبوني لي زونفون، وان شاء الله كنتمنى انني نكمل فيها، وكنتعلموا بزاف ديال الحوايج، ما هو نفسي ما هو اجتماعي، شنو اي حاجه كتهتم بالطفل باش حنايا نقدروا اننا نتعاملوا معاهم ونطوروهم، وفي الاخير يخرج لنا شي طفل اللي غينفع المجتمع من دابا لقدام. أكثر من 500 متدرب ومتدربة يدرسون بهذا المعهد المتخصص، يستفيدون من معلومات نظرية وتقنية تمكنهم من اكتساب الخبرة المطلوبة للاشتغال بتخصص معين، كما أن المعهد يوفر شعبا تلائم كل شخص حسب قدراته ورغباته، ويعرف إقبالا من طرف أبناء بوجدور الذين يبحثون عن التميز والتحصيل العلمي. إلى طنطان، حيث يشكل ميناء الصيد البحري مرتكز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بهذا الإقليم بالنظر إلى دوره الريادي في الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة. ميناء سجل تطورا مهما على مستوى الإنتاجية بفضل عديد التدابير انخرطت فيها مصالح القطاع الوسطي. حافظ محضار غالي القارحي وعبد الرحيم حاجي. أسطول مهم من سفن الصيد يشكل دعامة قطاع الصيد البحري بإقليم طنطان، قطاع يعد محرك الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة بالنظر إلى كميات الأسماك المصطادة وأعداد اليد العاملة التي يشغلها. ظروف الجائحة العالمية لم تؤثر كثيرا على حيوية هذا القطاع الذي حقق إنتاجية استثنائية على مستوى الجودة والكم كذلك، خاصة بعض الأصناف من الأسماك التي تسوق وطنيا وكذا دوليا.
كان واحد شويه التخوف. من بعد تجاوزنا كانت العمليه دازت عاديه وكانوا الناس خدامين، وبالنسبه لحنا بحاره ما كانش عندنا اشكال اصلا الحجر الصحي داخل المراكب، لان الاشخاص اللي انت عايش معهم في المراكب يعني كيتسمى بحالنا انهم عائله وحده، وحنا خدينا التدابير ديالنا، ما كناش كنخليو البحريه يطلعوا للمدينه، وما كناش كنا كنديروا خطوات اللي غنتفاداو فيها هذاك المرض. رجع الميناء ديال طنطان عدد ديالو مروج الحمد لله، الميناء اللي هي شويه ناقصه وكنتمنوا الخير ان شاء الله. البحاره ديال طنطان اللي كيخدموا في الميناء ديال طنطان كيف ما كان الحال الحمد لله ما تاثروش بواحد التاثير اللي هو كبير، واليوم ان شاء الله احنا البحاره راهم محمسين وسيدنا كيعطي واحد الاهميه لهذا القطاع. الحمد لله الناس بدات كتستثمر وبدات كتعطي اهميه لهذا القطاع هذا، لان يعني فعلا الناس ما كانوش عندهم خبره في هذا القطاع، ولكن الحمد لله راه بدات ابناء الاقليم وبداو كيدخلوا في هذا القطاع وبداو يدخلوا هذه المهنه هذه، لان هذه المهنه راه مهنه شريفه الحمد لله، راه خاص غير الواحد يدعم، والحمد لله التسهيلات راه كاينه وكل شيء الحمد لله موجود. أنشطة قطاع الصيد البحري بميناء طنطان تعززت بمجموعة من المبادرات التي كان لها وقعها الإيجابي على هذا القطاع الحيوي بالمنطقة، دعم أسطول الصيد وتحسين ظروف الإنتاجية، تدابير من بين أخرى ساهمت في الرفع من مساهمة هذه المنشأة المينائية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي بإقليم طنطان وجهة إقليميم وأدنون عموما. رغم انتشار الوباء خلال سنة 2020 إلا أن إصرار المهنيين منتجين وتجار سمك وإدارات وسلطات عاملة بالميناء مكنت من العمل والاستمرار في العمل رغم ظروف الجائحة لتوفير هذه المادة الحيوية على المستوى المحلي والوطني، وتمكننا كذلك من الاستمرار في عملية التصدير للأسواق الخارجية وخاصة من الأوروبية. الأسطول العامل داخل الميناء مكن من إفراغ ما مجموعه أو ما يناهز 90,000 طن. قطاع حيوي بامتياز يعتبر صمام أمان الحركية والدينامية الاقتصادية بإقليم طنطان والجهة عموما، قطاع يسجل اليوم محصلة إنتاجية ورقم معاملات يؤكد الدور الطلائعي الذي يطلع به كمحرك أساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. إلى شأن رياضي، تتواصل الأنشطة الدولية بالعيون لمكانتها العالمية، والنموذج اليوم الاعتماد الرسمي لرابطة مشجعي فريق برشلونة بالعيون وتمكنهم من التصويت على الرئيس المقبل للفريق الكتالاني الذي يعتبر بمثابة اعتراف آخر بأهمية الأقاليم الجنوبية في المحافل الدولية. المزيد من التفاصيل في روبورتاج لمحمد بتاح ونيمان وغيفر. تلعب الرياضة دورا كبيرا للتعريف بالدول والبلدان، اعتراف جديد تعرفه مدينة العيون هذه المرة على المستوى الرياضي، رابطة مشجعي بارسلونا بالمدينة واعتمادها رسميا من نادي عالمي يعتبرها المتتبعين بمثابة نقلة نوعية لشباب المنطقة ولمدينة العيون التي أصبحت ملجأ لأكبر التظاهرات العالمية، إذ تمكنت هذه الرابطة الفتية بالعيون من دخول التجربة بقوة والمشاركة في عملية التصويت على الرئيس المقبل للفريق الكتالاني. بطبيعة الحال نحن اليوم جد سعادة. لماذا؟ أولا لأننا كرابطة رسمية لمشجعي نادي برشلونة بمدينة العيون سنصوت لأول مرة على رئيس نادي برشلونة القادم، وهذا بطبيعة الحال شيء نعتز به ونفتخر به كمجموعة من الشباب تنتمي إلى مدينة العيون، جاهدت وتقاتلت إن صح التعبير من أجل الحصول على رسمية وهو ما كان لها السنة الماضية سنة 2019، ونحن اليوم بطبيعة الحال نصوت كباقي روابط برشلونة في العالم على نادي على رئيس القادم، ونحن بطبيعة الحال اليوم نصوت كباقي روابط نادي برشلونة بمختلف أنحاء العالم على الرئيس القادم لنادي برشلونة، وهذا التصويت بطبيعة الحال ما هو إلا بداية إن شاء الله لهذه الرابطة الفتية من أجل القيام بالمجموعة من الأنشطة.
تمثل المدينة وشباب المدينة المحب لهذا النادي أحسن تمثيل إن شاء الله. ممكن فيما تعرفوا مدينة العيون كان حدث مهم وحدث دولي اللي ظفرت به مدينة العيون ورابطة مشجعي نادي برشلونة بالعيون. اليوم كيفما شفتوا تخطات الأجر كان عندنا التصويت على دي برشلونة، اختارينا خوان لابورتا كرئيس جميع برشلونيين، واللي غيضخ دماء جديدة إن شاء الله لنادي برشلونة، ونتمنى التوفيق للرئيس ونادي برشلونة. تعددت التجارب والاهتمام العالمي بالعيون من خلال التنظيم والمشاركة ومحطة تصويت رابطة مشجعي برشلونة بالعيون على الرئيس المقبل لهذا الصرح العالمي، تعتبر نموذجا للاعتراف الدولي والقادم من أنشطة دولية لهذه الرابطة، يعتبرها جل المتتبعين بأنها نقلة نوعية لشباب المنطقة، والتي ستنظم تظاهرة كبرى عالمية لمشجعي وروابط برشلونة على مستوى العالم. والآن إلى جديد يا صوفيا الجهوية في تقرير لمحمد مصطفى خيل. موقع الصحراء نيوز تناول مقالا بعنوان تشينكر يؤكد من الجزائر أهمية الحكم الذاتي في تسوية ملف قضية الصحراء المغربية. مساعد كاتب الدولة الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد تشينكر أكد الخميس بالجزائر العاصمة أن المفاوضات حول قضية الصحراء يتعين أن تتم في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب. واعتبر تشينكر خلال مؤتمر صحفي أنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحدها المفاوضات السياسية بين المغرب والبوليساريو في إطار المخطط المغربي للحكم الذاتي كفيلة بأن تقود إلى تسوية لقضية الصحراء، وشدد على أنه حان الوقت للسير باتجاه حلول شجاعة، مبرزا أن كافة المساعي التي تمت مباشرتها سابقا باءت بالفشل. موقع المصدر ميديا تناول مقالا آخر بعنوان ولد الرشيد رئيس جهة العيون السقية الحمراء، يؤكد أن زيارة المسؤول الأمريكي للعيون هي تأكيد ثابت لمغربية الصحراء. وضمن هذا المقال وبعد حضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد تشينكر لنشاط رياضي وثقافي بالعيون صباح السبت، أكد سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء أول مسؤول وازن من هذا الحجم يحضر لهذا النشاط منذ أزيد من 45 سنة، وهو يعكس الشراكة الحقيقية والوجه الجديد في التعامل بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. كما دعا ولد الرشيد بعد النشاط الثقافي بحي التعاون بالعيون، هذا يؤكد موقف أمريكا بمغربية الصحراء، وعلى من يتوهمون غير ذلك أن يراجعوا أنفسهم، فليس هناك من حل كسقف أعلى هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. موقع الصحراء زوم تناول مقالا آخر بعنوان مساعد وزير الخارجية الأمريكي يحل بالعيون قبل التوجه لافتتاح قنصلية بلاده في الداخل. وضمن المقال حل مساعد كاتب الدولة الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد تشينكر السبت بمطار الحسن الأول بمدينة العيون قادما من الجزائر، ووجد في استقباله السيد عبد السلام بكرات والي جهة العيون الساقية الحمراء مرفوقا بوفد رسمي. وضمن الأنشطة مساعد كاتب الدولة الأمريكي بالعيون جولة بالحي الدبلوماسي بالعيون حيث تتواجد القنصليات التي افتتحت مؤخرا، وكذا مقر بعثة الأمم المتحدة للصحراء مينورسو. ومن المرتقب أن يحل تشينكر الأحد بمدينة الداخلة لإشراف رفقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على افتتاح قنصلية أمريكية بالمدينة. وكان المسؤول الأمريكي قد أجرى محادثات مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أمس تناولت عديد القضايا منها قضية الصحراء. موقع الصحراء اليومية تناول مقالا آخر بعنوان أمريكا والصحراء المغربية، ديفيد تشينكر كان له لقاء مع كولين ستيوارت رئيس المينورسو بالعيون. وضمن المقال أفاد مصدر مطلع الصحراء اليومية أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ديفيد تشينكر انتقل بعد وصوله لمدينة العيون صبيحة السبت في اتجاه مقر البعثة الأممية المينورسو في الصحراء،
وعقد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ديفيد شينكر اجتماعا رفيعا بمعية رئيس البعثة الأممية في الصحراء مينورسو الكندي كولين ستيوارت، حيث تبادل وجهات النظر حول مستجدات نزاع الصحراء وآخر تطوراته السياسية والميدانية ما بعد تحرير معبر القرقرات من طرف القوات المسلحة الملكية المغربية بتاريخ 13 نوفمبر الماضية. وكذا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ودعمها الصريح للمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي. موقع الدخلة بلوس تناول مقالا آخر بعنوان والي الجهة لمين بن عمر يستقبل مساعد كاتب الدولة الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وضمن المقال استقبل السيد لمين بن عمر والي جهة الدخلة وادي الذهب والسيد مولاي إسماعيل هيكل الكاتب العام للولاية ومنتخبين السبت السيد ديفيد شينكر مساعد كاتب الدولة الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتأتي هذه الزيارة في إطار افتتاح تمثيلية دبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة عقب اعترافها التاريخي بسيادة المغرب على صحرائه والمقرر افتتاحها يوم غد الأحد. وجدير بالذكر أن افتتاح تمثيلية دبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة سيمكن من الإسهام في تعزيز الدينامية التنموية والحركية الاقتصادية بجهة الداخلة وادي الذهب بوابة المغرب نحو العمق الإفريقي. موقع الداخلة راي تناول مقالا آخر بعنوان ديفيد شينكر من العيون العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب قوية أكثر من أي وقت مضى. وضمن المقال أشاد مساعد كاتب الدولة الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر الذي يوجد في زيارة للعيون السبت بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية والتي أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى. وقال المسؤول الأمريكي الذي كان يتحدث خلال مراسم إطلاق مركز التربية عبر الرياضة تيبي العيون سانتر باي أس إمباسي ماروكو أنها لحظة فارقة في العلاقات المغربية الأمريكية، هذه العلاقات التي أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى. وأشار شينكر في هذا الصدد إلى الإعلان التاريخي الشهر الماضي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة التامة للمملكة المغربية على كافة منطقة الصحراء المغربية وبفتح قنصلية لها بالداخل. موقع أصوات نيوز تناول مقالا آخر بعنوان إعلاميون ومقاولون داخل وخارج المغرب في مبادرات مواطنة أساسها رابح رابح. وضمن المقال يلتئم خيرة من الإعلاميين والمقاولين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن في عدة مبادرات مواطنة ترعاها الشبكة المغربية الأمريكية للتسويق للمبادرات الذاتية داخل الوطن الأم وقضايا المغرب بشكل مغاير عبر التشبيك وعبر الدعاية الإعلامية الجادة. وسيتميز يوم 18 يناير بالتركيز على الأعمال والاستثمار في مجالي السياحة والاستثمار المقاولاتي وما يرتبط بهما وباستعراض تجارب العديد من المتخصصين والباحثين والمقاولين من هذه المدن وواشنطن قصد تبادل التجارب والخبرات والتعرف على قصص النجاح المغربية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطوير شراكات جديدة أو تعزيز قديمة بين مقاولين من العيون والداخل وآخرين من منطقة واشنطن الكبرى. في صفحة المشمولين برحمة الله غادر هذه الدنيا المرحوم بوكلين إبراهيم عن عمر 45 عاما الفقيد ينتمي لقبيلة إيت معمرام كما التحق برفيقه الأعلى المرحوم الناجم المحمد سالم الجنيدي عن سن 38 عاما الفقيد ينتمي لقبيلة شرفاء رقيبات أولاد داو. وانتقلت إلى رحمة الله الفقيدة حسناء بنت حسان والفضيل عن سن 19 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة صبوية. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جنانه والهام ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس غدا بمشيئة الله، إذ من المرتقب أن يظل الطقس باردا مع سماء غائمة إلى قليلة السحب. درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله 12 منتظرة. بالرباط بباقي المناطق ستتباين درجات الحرارة وستتراوح ما بين 20 بطرفاي 21 بكل من العيون وكذلك بجدور 20 ببكرة وكذلك بالسمارة 17 منتظرة بالزاك 18 بأسا وكذلك بطنطان و13 مرتقبة بقليميم 14 بسديفي 16 بقيت الزمور 20 بالمدريقة 21 بالداخلة 20 بأوسرد و 24 مرتقبة بالقويرة.
حالة البحر علو الموج على الساحل الأطلسي الجنوبي سيكون البحر هاج إلى قليل هجاج تراوح ما بين متر ونصف إلى أربعة أمتار. شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة 8:48 والغروب على الساعة 7:12. حالة الطقس بعض العواصم والمدن المجاورة 27 منتظرة بنواكشوط العاصمة الموريتانية، 25 بنواذيبو، 19 بزويرات، و 17 مرتقبة بتندوف. ولمن فاتته مضامين هذه النشرة إليكم أبرز العناوين. مساعد كاتب الدولة الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر يزور العيون الداخلة في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وبجليميم انتشال جثة أحد الهالكين بعد غرق سيارة جرفتها أمس سيول وتصيد، فيما لا زال البحث عن باقي المفقود. جديد الحالة الوبائية، تسجيل 1416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1469 حالة شفاء و24 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. ومن بوجدور تابعنا تعزيز العرض التكويني بشعبة جديدة تساهم في تطوير مهارات المتدربات والمتدربين واكتساب تقنيات جديدة. تهدي النشرة الإخبارية، في أمان الله.